أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وكان الإمام قد سهى في صلاته مما أوجب عليه سجود السهو عقب الصلاة، السؤال: هل يتم المتأخر أم يصلي أم يسجد للسهو مع الإمام ثم يتم صلاته؟ ما يجوز له يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد أن يسجد مع الإمام، فإذا سجد الإمام للسهو ولو بعد السلام هو لا يسلم مع الإمام، وإذا سجد الإمام بعد السلام يجب عليه أن يسجد معه ولا يقوم. فإذا فرغ الإمام من السجود وقام من السجدة الثانية يقوم المأموم للإتيان بما سبق به، إلا إذا قام المأموم واعتمد قائما، إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، أما إن سجد الإمام قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويسجد معه. نعم.